وأيضا مراسلين معنا من مدينة الباب مراسل أخبار الآن ثائر الشمالي. إذا أهلا بك ثائر، أجواء العيد لديكم كيف هي؟ أهلا بكم. بالحقيقة أجواء العيد عادت بشكل المعتاد لأسواق مدينة الباب. تجولت في الأسواق قبل العيد بيوم وأثناء العيد، هناك حركة كبيرة في الأسواق، حركة كبيرة في الشوارع، المناطق هي آمنة، نجد الأطفال عادت إلى الأحياء، عادت الحركة التجارية، لكن يعني المدينة خرجت للتو أو منذ أشهر قليلة من قبضة داعش، فالمدن مدمرة تفتقد إلى مقومات الحياة نوعا ما، هناك تحدي كبير من الأهالي لمواجهة هذه الظروف والنهوض بالمدينة من جديد ومساعدة هذه المدينة على أن تلملم جراحها من جديد. نجد الفرحة على وجوه الأطفال عادت بعد أن خيم الحزن وخيم الخوف على وجوههم، نجد أيضا على الكبار الابتسامة عادت. أنا الآن هنا في 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 غرفة قريبة من الشارع، أستطيع سماع يعني الأطفال تلعب، الناس تتجول وتحاول أن تزور أهاليها، خاصة في هذا العيد يعني دخل من تركيا حوالي 55,000 شخص لهذه المناطق الآمنة، الباب وعزاز وما حولها من تركيا زائرين، بعد أن كانت هذه المدن مغلقة أمامهم بسبب سيطرة داعش عليها. نستطيع أن نجد المحال التجارية أيضا عادت لحركتها كما كانت سابقا عندما كانت في عهد الجيش السوري الحر. ما حجم افتقاد الناس إلى مقومات الحياة ثائر، مثل المستلزمات الغذائية، مع دخول هذا العدد الكبير من الناس إلى المدينة؟ نعم، هناك عدة مشاكل في هذه المدينة بالنسبة لمقومات الحياة. أولا الكهرباء هي غائبة تماما، المدينة تعتمد على المولدات الكهربائية التي تعمل على أمبير يعني على مقدار معين من الكهرباء مقابل مادي يعني مرتفع مقابل الدخل الذي يحصل عليها الفرد هنا. أيضا الماء هي مقطوعة بالكامل، أيضا تعتمد المدينة على الآبار الجوفية الموجودة هنا. بالنسبة للمواد الغذائية هي متوفرة بشكل كامل، لا هناك أي نقص في مواد غذائية، كون هي مفتوحة المدينة على تركيا وأيضا على المناطق الثانية تصل إليها المواد الغذائية. لكن الأمر الذي يعانيه الأهالي بشكل كبير هو يعني قلة الأجور هنا، كون المدينة للتو خرجت من الحرب فتعاني كثيرا من ضعف الموارد المالية الموجودة في المدينة، وأيضا قلة اليد العاملة وقلة أيضا الأجور وقلة المشاريع الاستثمارية لاحتواء هذا الأمر. شكرا جزيلا لك من مدينة الباب مراسل أخبار الآن ثائر الشمالي.